تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي خبر تعرض طفلة سورية عمرها 5 سنوات للتعذيب من قبل والدها في مدينة طرابلس اللبنانية ووفاتها فور وصولها إلى المستشفى. الاتهامات طالت والد الفتاة. الفتاة ظاهرة على الصورة وهي مثل ما لكم ملاحظين وجود كدمات على جسدها، وهذا والد الفتاة. اتهامات طالته وقالت أنه هو المتسبب بتعذيبها ووفاتها وفقا للمعلومات المتداولة على منصات التواصل. وآخر هذه المعلومات هي توقيف الأب من قبل القوى الأمنية في لبنان لإجراء التحقيقات. هالخبر المؤلم أثار موجة تفاعل كبيرة على منصات التواصل من قبل المتابعين وكانت أبرزها. خلونا نشوف كيف علق رواد مواقع التواصل. سهر حسن، سهر يلي قالت يا ربي دخيلك، يعني الضغوط النفسية اللي عم بيعيشها خلى الواحد أو اللي عم نعيشها خلى الواحد يقتل ضناه، الله يجيرنا من الأعظم. أما تعليق آخر فكان أيضا من ياسمين سيريا اللي قالت مو معقول شو كتراني قصص التعذيب الأطفال، والأفظع من هيك أنه عم بيتم التعذيب من قبل الأم أو الأب. هالأطفال ما عم بصراحة من قبل الأم أو الأب، ما عم بقدر صدق أنه الأم أو الأب صاروا وحوش، وهذا فعلا ما تم تداوله سابقا في الكويت بحادثة مماثلة لسيدة كويتية أو أم كويتية عم بتشطم بنتها وعم بتعذبها وعم بتقلها روحي انتحري وهي طالعة لايف على الانستغرام وكأنها عم تتباهى بالشي اللي عم تعمله في ظل الحجر المنزلي. هالأمور نحن عم نسمعها كتير، وفعلا العنف الأسري والمنزلي كتران في الفترة الأخيرة مو بس عربيا وعالميا أيضا، بفرنسا وبريطانيا أيضا تقارير قالت أنه العنف الأسري زايد جدا خلال هالفترة، ولكن نحن لازم نصبر شوي ونتحمل بعض بهالفترة. أكيد فترة صعبة، أكيد الكل ما حدا قادر يتحمل حدا، ولكن في أطفال ما لهم ذنب أنه هنن نحن نفرخ طاقتنا السلبية عليهم. خلونا نتابع أيضا كمان تعليقات أخرى. سهير يلي قالت طب شو هالذنب يلي عملته هالبنت لاستحقت عليه الموت، يا ترى أمها موجودة ولا مثل أغلب الأطفال خالة مرت أب. في بعض أيضا الأخبار متداولة لأنه لحد الآن التحقيقات ما زالت مشغولة ونتائج التحقيقات ما زالت مشغولة، عم بيقولوا أنه خالة مرت الأب هي من قامت بتعذيب هاي الفتاة وحطتها بظهر الوالد. لحد الآن ما عندنا معلومات مؤكدة وما أنا متداول. أما تعليق آخر من جاسمين شام يلي قالت هذا الضغط النفسي عم يمارسه على حاله مو على طفلة عمره 5 سنوات، الله ينتقم منه هو وكل واحد مثله. إلى الآن مثل ما حكيت ما زالت القضية قيد التحقيق لمعرفة الفاعل، وأكيد رح يتحاسب على فعلته تجاه هالطفلة البريئة.